عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيف أستاذ جون منير. بدي أرجع رحب فيك. كنا يعني بدأنا هذه الحلقة بمشهد هيك حول الترسيم، الرئاسة، المرحلة المقبلة. ذكرت حضرتك أنه في ظرفين، يعني خلينا نسميهم أو تسويتين، أنه التسوية الأكثر حظاً بتجيب معها اسم مختلف لرئاسة الجمهورية. عم تقول في اسمين لا ثالث لهما، ستيفن فرنجي وجوزيف عون. بدأبطاً انطلاقاً من هون نحكي شوي عن مفاوضات فيينا وصلت إلى المرحلة الأخيرة، كيف يمكن أن تنعكس على لبنان بشكل مباشر، خصوصا وأنه حضرتك عم بتقول أنه حزب الله عم بجمع أوراق تفاوضية حول ما سيكون دوره بالمرحلة المقبلة، أو الموضوع إعادة ترسيم الوضع السياسي بلبنان. صح. صحيح. الأكيد أنه أولا وصلنا على الخاتمة تبع الاتفاق النووي، مفروض خلال أسبوع، هني كانوا قبل آخر شباط عم بيقولوا بيسوى يومين ثلاثة من بعده، بس إنه نحن خلال أيام مفروض يكون هذا الاتفاق النووي، مفترض إذا ما طرأ شيء بالموضوع الأوكراني إنه يصير يعني يعلن عنه. وحتى البعض، في بعض بيقولوا إنه إذا بأوكرانيا دهورت الأمور إنه الإيراني بيرجع لورا بيرجع، في البعض الثاني بيقول لا، بيكون عامل غلطة الأمريكي بيقول هيك، إنه لأنه هذا بيخلي انشغال أمريكا بأوكرانيا يسمح له يطلع يعمل لإسرائيل ضربة عسكرية مجنونة أو شيء، تعرفي إنه مجنين بهذا الموضوع، ما بعرف. بس المفترض مبدئيا 90% إنه هذا يكون خلال أيام. هذا الجو تبع الكل، حتى الجو تبع العمم على الدبلوماسيين الأمريكيين هذا، وبيحكوا فيه الدبلوماسيين الامريكيين. بالاول كانوا حذرين، هلا بيقولوا انه قريبا جدا، انه مفترض 90% يتوقع الاتفاق، والا بتكون عندك رحتي على كرسي. طيب هذا بس يصير شو بيعمل انعكاس غير مباشر على لبنان، انعكاس ايجابي غير مباشر على لبنان، بيسمح انه تتحلحل كثير ملفات او يلاقوا لها تسويات، على سبيل المثال اللي شفناه هونيك، اللي شفناه حول ترسيم الحدود، ترسيم الحدود. وايضا هذا كمان من إيجابياته، شفنا موضوع الاقتراب الفرنسي من موضوع الحاويات في مرفق بيروت، وكانت نفس الشركة أخذت مرفق طرابلس، يعني عم تاخد الساحل اللبناني وعاملة لها ديبو كبير بمنطقة تعنايل بالبقاع، مشان الموضوع الترانزيت تبع الكونتينرز اللي بدون يخدمون لبرا. نعم. فإذا هذا كله سوى كمان بيقتب بإطار توقع رايح باتجاه تقاسم الاستثمارات، خليني اقول في هذا الاطار. هلا الانعكاس تبعه بيوقف هون بس، لا بس نحن كمان ليكون انعكاس مباشر، نحن بهمنا مشان توازنات بالداخل اللبناني بعد سبقنا مسائل اساسيه. اليمن رايحه على تعملي فيها ترتيب، بس اللي بهمنا اكثر هو الموضوع السوري، والموضوع السوري مرتبط الى حد ما بالموضوع العراقي. فاذا بدك تشوفي بالعراق كيف سترسوا التوازنات هونيك او التسويات يلي عم يحكوا عنها، ومع فورا يلي بدهم يفتحوا الملف السوري في لبنان. وهون للمصادفه كمان يعني انه الملف السوري احد ابرز اطراف فيه هي روسيا، يلي عندها المشكله الكبيره مع اوكرانيا، يلي هون اذا بدهم يعملوا ديل مع الامريكيين. نعم. طبعا اولويتهم هي حدودهم، يعني حدود روسيا الغربيه. عم نحكي باوروبا الشرقيه يلي حدهم، والدوله اللي بتطمح له روسيا في منطقة أوروبا العودة لتكون هي لاعب كبير على المسرح العالمي الدولي، وليس فقط لاعب إقليمي كبير أو لاعب منطقة مهم، تطمح إلى الثنائية. ما بعرف قديش تزبط، بس على كل حال هذا بيخليني أقول أنه الملف السوري هون سيكون متأثر مباشر بالملف الأوكراني، بما أنه نحن متأثرين بالملف السوري، يعني نحن بدنا ننطر يلي عم بيصير هون. فهو يعني بتصير مضبوط، انه خلينا نشوف شو بده يصير بين روسيا واوكرانيا، نشوف شو بده يصير عندنا. لا اكيد هي هيدي يعني بالاخر، ما هي لانه الاطراف اللعبه وانت عندك الخيوط كلها موجوده، خصوصا بسوريا والمنطقه المحيطه فيها، بالتالي انت والبحر هلا الساحل الشرقي هذا كله سوا موجود، بالاخر الدول تلحق مصالحها يعني. بس لكن اللي بيفيد انه هذا سيؤدي من بعده الانتقال الى ملف السوري، اللي بده يؤدي معه الانتقال الى ملف اللبناني. الواضح انه مع هيدي كلها سوا يعني، وهودي الملفات اللي بيعتقدوا كتار انه هلا عم ينطرحوا بيكون كمان بسيط او ساذج، او هيدي ملفات بتتحضر قبل فتره بعيده.